البصيرة. فين هاد المواطن؟ وكاين شي واحد يسمعنا؟ فين هاد المواطن؟ فين هاد المواطن؟ ديوناك على الحبس، بغاو يمشيو للحبس، مشيو دابا حنا للحبس. ولادنا مشردين وكلنا مشردين، دعينا الله ياخذ فيه الحق. ما سولش فينا، ما عرفناش في كاينين، ما يجيش عندنا، ما يوريناش وجهو، كيف كذا يمشي بعاد ويدوي، ما كيحكم ما والو. ادينا الحبس، سلمنا، عاش الملك، لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي هادشي كله كيضحكوا علينا، الله ياخذ فيهم الحق. حنا صوتوا عليك والراجل يعطينا الاصوات، كيشريو 5% الزياده للناس الضعيفه، 40,000 ريال بنادم خدم 30,000 ريال، هو كياخذ 10 مليون. الله ياخذ فيه الحق. غلبونا الكراوات والموت الضو، الماكله ما كنلقاوهاش، ولادنا داوهم لينا وحنا كنشوفوا. الله ياخذ فيه الحق. بغا يديونا الحبس يديونا كاع، يلا نمشيو هاد الحبس. بنادم كيموت وهو جاي، جاي لنا كرافطة حمراء. لا والو، عندنا 60,000 هنايا، البنكات داو لينا رزقنا، شومر لا بالكريديات، قادينا الصالير. اصطر اليوم، اسمع وقيد المخزن، قيد ودي ليه الرابور باش منين يولي وزير عاوتاني يبقى يسمع شنو كاين في البرلوسي. البرلوسي اللي ماتوا به الناس في 81 في العراف على قبل باش نعيشوا حنا. البرلوسي اللي مات فيه عمر دهكون، البرلوسي اللي تقتلوا فيه عباد الله، البرلوسي اللي مشهود ليه في العالم، البرلوسي الشوع الصحالي اللي كنت قالت عليه الصحالي. وما هادو، هادو هما اللي ما كيرضاوش بالدل. حنا هما ولاد البرلوسي اللي تسدنا فيه وكبرنا فيه. اما كل قال خير، هذاك خينا كل قال خير به الناس. الحي العكاري راه في الرباط، راه كان كيسكن فيه وتزاد فيه. سيروا شوفوا كي داير النهار اللي طلع في الدائره تما، سيروا شوفوا هذيك الدائره كي دايره، وبقى عامر الشنطي ما فيهاش عباد الله. كيكذب علينا حنا وجاي وكيكذب علينا، باغي تحيد الناس. عباد الله كدير المحاسبه، وهذا جا قال لك عفى الله وعما سالف. الله كيعفو عن الشبارة، واش الله كيعفو عن الشبارة؟ هو اللي حايبك عفا الله. والله راه ما غيعفوش عليهم، والله راه غادي نطلعوا كاملين وغنتحاسبوا معاهم. والله راه ما كانش ليه، سير قول لهم عفا الله وعما سير. والله عطاه عطاه الامانه، وراه ما عداش الامانه، هذا راه خاين الامانه هذا.